للأسف في هذا الصباح سمعنا خبر كيقول على أنه اهتزت مدينة طنجة وبالضبط منطقة المجد العوامة على وقع فاجعة ديال العثور على جثة الطفل قاصر مشوهة ومرمية بأحد المجاري ديال المياه بالمنطقة الصناعية بنفس المدينة. مسكين هذا الولد كره والديه محروقين عليه وكيقلبوا عليه، ومنين غادي يسمعوا هذا الخبر هذا وغادي يشوفوا الجثة ديال ولدهم فعلم الله شنو غادي تكون ردة الفعل ديالهم. الله يحسن العوان والله يرحم هاد الوليد يا ربي امين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ احوالكم طيبة؟ يا ربي كاملين تكونوا بخير وعلى خير وما نقصكم خير بإذن الله. رجاء انا خوتي الا كنتوا اول مرة كتشوفوا القناة ما تنسوش انكم تشتركوا وتفاعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وإلا عجبكم الفيديو بارتاجيه وخليوا لايك وتعليقكم في الموضوع. نبدأ مباشرة في التفاصيل. استنفرت ولاية الأمن بمدينة طنجة عناصرها بعدما تم العثور على جثة قاصر حوالي الساعة 6 من صباح اليوم الجمعة 20 ماي الجاري، يبلغ من العمر حوالي 17 سنة، بواد خلف المنطقة الصناعية المجد بطنجة. وحسب ما أفادت به مصادر أمنية فقد تم العثور على جثة القاصر مبتورة أحد الأطراف بعدما تم نهشها من طرف الكلاب الضالة. وحسب ذات المصدر فإن الجثة عليها آثار طعنات في الرأس وأماكن مختلفة من الجسم وفي حالة تحلل، وبجوار الضحية وفي حوزته مجموعة من عبوات مادة سيليسيون. ورجحت مصادر أن يكون الضحية قد قتل بعد شجار نشب بينه وأحد المتشردين الذين يعيشون بالمنطقة حيث كان بدوره يعيش حياة التشرد. فيما أوردت مصادر من المنطقة أن الضحية كان مفقودا لمدة طويلة حيث اختفى في ظروف غامضة بعدما خرج من منزل والديه ولم يعد. وأوضحت المصادر أن مواطنين فور مشاهدتهم لجثة الضحية قاموا على الفور بإخبار رجال الأمن الذين حلوا على وجه السرعة إلى مكان الجريمة. هذا وقد تم فتح تحقيق في الحادث للكشف عن ملابسات القضية بناء على تعليمات النيابة العامة، مشيرة إلى أنه تم اعتقال أحد الأشخاص المشتبه فيهم، فيما لا يزال البحث جاريا في هذه الواقعة للوقوف على الحقيقة. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحم هذا الوليد هذا والله يجعل متواه الجنة. هذا الولد اللي كيبلغ من العمر 17 سنة خرج من منزل الأسرة لمدة طويلة واختفى عن الأنظار، والديه قلبوا عليه حتى عيا ولكن دون جدوى، واليوم الجمعة كيلقاو الجثة ديالته مرمية فواحد المجرى مائي وعليها آثار التعذيب والتعنيف، يعني مجموعة من الطعنات على مستوى الرأس وعلى مستوى الجسم، كما أن اليد ديالته مقطوعة وتم نهشها من طرف الكلاب الضالة. لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الوليد مسكين مكتاب له أنه يموت بهذه الطريقة البشعة، الله يرحمه يا رب أمين، ونسأل الله تعالى حسن الخاتمة يا رب أمين. كنت سألوا واش هذا الطفل هو يعني في حالة عادية أو لا عنده اختلالات عقلية هي اللي خلاته يخرج من منزل الأسرة، لا سيما وأنه يعني كيتعاطى لمادة السيليسيون، وانتم عارفين أن هذه المادة خطيرة جدا وكتلعب بالعقل، والأكثرية ديال الشباب ولا القاصرين اللي كيتناولوا هذه المادة هذه فراها كتمشي لهم بالعقل ديالهم خاصة إلى كتروا منها، فمع المدة ومع الوقت راه كيفقدوا العقل وكيتصابوا باضطرابات عقلية كثيرة جدا. فعلم الله شكون هو هذا القاصر مسكين وشحال هو جالس في الزنقة وشنو اللي تعرض ليه في الزنقة، شنو هي المعاناة اللي تعرض لها في الزنقة، وعلم الله أخوتي شكون هذا اللي صفها ليه، خصوصا أنه الجرائد كتقول بأن هذا الولد اللي كيعيش حالة تشرد يعني وقع شي شجار بينه وبين شي متشرد آخر، وتزايدوا في الكلام
المتشرد الآخر ضربه بالسلاح الأبيض على مستوى الرأس ومجموعة من الطعنات في الجسم. فمسكين هذا الولد هذا كره والديه محروقين عليه، وعلم الله شحال هما كيقلبوا عليه وما لقاوهش. فاخوتي الزنقة راها صعيبة وصعيبة بزاف، كاين دريات اللي كيخرجوا من دارهم وممكن يمشيوا الزنقة، كاين اللي كتخطف كاين اللي كتغتصب، وما خفي أعظم، وكاينين كذلك قاصرين اللي كيخرجوا من دارهم وكيمشيوا إلى وجهة غير معلومة كيتبلاو وكيتكرفصوا. الزنقة صعيبة، هذا الشيء اللي خاصو يعرفوه هاد القاصرين اللي كيصحاب لهم أنه إلا خرجوا من دارهم راه غير ارتاحوا وغيتهناو من المشاكل مع والديهم. لا خوتي راه الزنقة صعيبة وبزاف وما تبغيها لحتى شي واحد. فمؤخرا أخوتي ولينا كنسمعوا بزاف بقاصرين اللي كيهربوا من دارهم لأسباب متعددة، والأكثرية أخوتي كيكونوا فتيات ولا قاصرات اللي كيخرجوا من دارهم لأسباب اللي هي تافهة، إما تخصمت مع الأم ديالها على التليفون، إما خصمت عليها الأم ديالها بسبب اللباس ديالها، أو الأشياء اللي بحال هذه تافهة. فالبنت كتهز حوايجها وكتخرج من دارهم وكتهرب زعما باش تعيش الحياة ولا دير داكشي اللي هي بغات، وفي الأخر كتصطدم بواحد الواقع اللي هو مرير، كتتعرض للاغتصاب والتكرفيس وغير ذلك. كاينين شباب قاصرين كذلك اللي حتى هما كيخرجوا من دارهم لعدة أسباب، منها كاين اللي كيمشي لمدينة طنجة باش يحرق وفي الاخر كيرجعوه جثة هامدة في الصندوق، او لا كيخرج لانه ما لقاش داكشي اللي بغى في دارهم فكيقول الا خرجت للزنقه راه غندير ما بغيت، وفي الاخر كما قلت لكم اخوتي راه كيلقاو راسهم انهم في واحد المتاهه وفي ظروف صعبه جدا وكيندموا علاش خرجوا من دارهم. فهاد الوليدات خصهم يعرفوا انه ما كاين ما احسن من حضن الوالدين، الحضن الدافئ ديال الام، منزل الاسره واخا يكون على قد الحال ولكن هذاك العش اللي كيجمع ما بين الزوجين والوليدات راه واحد العش اللي هو دافئ وكيكونوا الوالدين حاضنين فيه على وليداتهم. فواخا تكون الظروف صعيبه في المنزل راه والله خوتي راه ارحم من الزنقه بالاف المرات، واخا يكونوا الوالدين قاسين على هاد الوليدات فراه ما كيبغيو لهم غير مصلحتهم، راه ما كاينش شي حد في الدنيا يبغي تكون حسن منه اكثر من والديك. الوالدين هما اللي كيبغيو لك الخير، هما اللي كيبغيوك يشوفوك في مراتب عليا، هادشي علاش كيكونوا قاسيين بعض المرات، هادشي علاش كيخاصموا، هادشي علاش كيأنبوا، هادشي باش يشوفوك في مرتبه احسن منهم او اللي يشوفوا المستقبل ديالك زاهر ويشوفوك في واحد البلاصه اللي هي مزيانه ومستقر، حياه مزيانه. هادشي علاش الوالدين كيكونوا قاسين بعض المرات، هادشي ما كيفهموش اخوتي بعض القاصرين، كيفهموها بطريقتهم هما وكيصحاب لهم ان هاد الوالدين ما كيحملوهمش ولا ما كيبغيوهمش ولا ما باغيين لهمش الخير. هادشي هاد الافكار هذه كتجي خصوصا مع المراهقه اخوتي، عارفين المراهقه شحال هي صعيبه وشحال هي كتلعب بالدماغ ديال القاصرين، يعني كيبقاو يجوك شي افكار اللي كلها مغلوطه، افكار ما هياش. فهنا الوالدين خاصهم يردوا البال اكثر للوليدات في سن المراهقه ويديروا معاهم غير الخاطر، لان هذا الجيل صعيب والله القسم ما كيجيش بالعصا وما كيجيش بالغوات وما كيجيش بالتعنيف، هذا الجيل كيبغي غير التي هي احسن. فاللهم نتعاملوا معاه بالتي هي احسن ونديروا لهم مره خاطرهم شويه عاوتاني نقصحوا معاهم، وهي غاديه وراه الوقت دغيا كتجري، والله يهدي ما خلق، الله يهدي جميع الشباب وجميع القاصرين لما هو احسن يا ربي امين. المهم نساليوا هذا الفيديو باش ما نطولش عليكم اكثر، الله يرحم هذا الوليد هذا والله يجعل مثواه الجنه والله يصبر الاهل ديالو والميمه ديالو مسكينه. خليتكم على خير، مع السلامه اخوتي.